السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نحكي عن العملة الألمانية المارك 10، وحاب أشرح لكم عنها شرح بسيط وسريع. مثل ما شايفين هون سين دوتش مارك، هاي الرسمة وهاي 10 مكتوب هون مثل ما شايفين، وهاي الطباعة، هاي العملة صحيحة 100 100 ورق. التوقيع الأساسية اكس، الرمز طبعا، التاريخ 1993 مثل ما شايفين هون. حاب احكي هون هذا الرمز يعد اصدار العملة يوم بلشت تنزل على السوق. هذا الإصدار تبعه الرئيسي بيكون هون مثل ما شايفين، وهذا الإصدار تبعه الحقيقي اتنيناتهم. وحسب الإصدارات بتلاقوا نفس العشرة، 10 مارك نفس وغير أرقام طبعا تختلف. بيجي عندك مثلا آسيت حسب الرموز اللي حاطينها هني لهاي العملة. وكل عملة طبعا هي قديمة بهذا التاريخ عام 1993، ليكون كل واحدة سعرها شكل على الانترنت. لازم تكون هذه العملة بتكون طبعا جيدة، يعني ما في اضرار فيها، حالتها الوضع الاساسي تبعها، وكون مرغوبة بالسوق مثل ما قلتلكن، ويكون سعره رائع طبعا، يعني مرغوبة. نيجي على 20 مارك. 20 مارك مثل ما شايفين، هاي 20 مارك طبعا مثل ما حكينا، التاريخ الإصدار تبعه عام 1993، 20 مثل ما هو مكتوب دوتش مارك ماركة، عفوا، لانه هاي العملة فيها ضرر طبعا، يكون انا بخبركم عنها، بس هو مكتوب 20 دوتش مارك مثل الكتابة طبعا. وانتم ملاحظين هاي الطباعة وهذا الرمز والاصدار تبع هاي العملة مطرح ما نزلت بالتاريخ، طبعا هو الاصدار يكون كاتبينه هون وكاتبينه هون على هاي العملة، وهاي الرسمة تبعت العملة، وهذا الرمز تبعه تقريبا بهذا التاريخ مثل ما حكيت لكم عنه. بس تكون حالته جيدة، اذا كان حالته جيدة تكون حسب سعره، وبكون الرمز هذا المرغوب فيه بالسوق طبعا، ان اكثر شي بيدقوا على الرمز هذا او بي او، وهذا الرقم. نجي على 50 مارك مثل ما شايفين، هذا 50 مارك نفس خطوات التانية مثل ما تركن، كل واحد بيختلف الرمز تبعه طبعا، ومكتوب هون 50 دوتش مارك يعني 50 مارك، وهذا الإصدار تبعه عام 1996، 1996 فيها 2 مثل ما شايفين. هذا يكون الرمز لهاي العملة، وهاي الكتابة كاتبينها هون، وهاي العملة إذا كانت بصح حالتها الممتازة بتكون هاي العملة جيدة طبعا، ويكون سعرها كمان جيد بالسوق، و انه ما يكون فيه ضرر مثل هيك طبعا، هاي بيكون سعرها اقل لانه فيها ضرب مثل ما شايفين هون بهاي العملة. حبيت اشرح لكم عنه، وان شاء الله فيديو جديد اجيب لكم قد ايه اسعاره وقد ايه مرغوبة في المانيا طبعا، حسب راح اجيب لكم الاسعار اذن الله في فيديو جديد. اتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم المزيد للمعلومات.